صباح الخير يا دكتور، عامل ايه؟ اللقاء بتاعك كان جميل والله، ربنا يديك الصحة يا رب. بقول لحضرتك ان انا خسيت، انا يعني الحمد لله بقيت يعني قست بالبتاع دي لقيتني نازلة حوالي 3 كيلو ولا 4 كيلو، فحلو. انا حاسة ان هدومي وسعت عليا شوية، مش زي الاول خالص، بطني نزلت كتير الحمد لله يعني. بس انا ايه، بلخبط شويه، بس بحاول ارجع تاني بسرعه يعني. ماشي، كل حد بتقوى العلاج بتاع في واحد منه خلص، اكمل العلاج لو خلص اجيبه تاني؟